السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم. إذا خلال هذا الشريط الفيديو موجه لتلاميذ سنة ثالثة إعدادي المقبلين على اجتياز امتحانات الجهوية دورة يونيو 2021 يومي الجمعة 18 يونيو والسبت 19 يونيو. إذا هذا الفيديو كما قلت مسبقا يضم بعض النصائح للتلاميذ يوم الامتحان، إذا بعض النصائح التي يجب علي على هذا التلاميذ يعني العمل بها. إذا أول نصيحة موجهة لكم أعزائي التلاميذ هي ليلة الامتحان لا تحاولوا أن تسهروا الليلة من أجل المذاكرة ولا من أجل شيء آخر، فيجب عليكم النوم باكرا لتستيقظوا باكرا. إذا هذه نصيحة أولية وأساسية، بمعنى ابتداء من الساعة 10 ليلا والنصف أو 11 ليلا يجب على جميع التلاميذ أن يذهبوا للنوم باكرا للاستيقاظ باكرا. إذا يعني ما تضيعش وقتك في المراجعة وعاود راجع عاود راجع، علاش؟ لأن هذا يعني غادي يوترك وغادي يفقد لك التركيز ديالك إلى غير ذلك. اللهم سير تنعس وترتاح استعدادا للامتحان الذي سيكون غدا الجمعة إن شاء الله. النصيحة الثانية الموجهة لكم أعزائي التلاميذ هو إذا استيقظتم يوم باكرا يوم الامتحان خصكم تناولوا الفطور ديالكم كما العادة، بمعنى أنه ذاك الفطور اللي كنتي كتفطر هو اللي غادي تفطر إن شاء الله. ما تقولش مع راسك بلاتي غادي ناكل الزبيب، غادي ناكل الشريحة، غادي ناكل شي حاجة اللي ما عمرني فطرت بها مع الصباح على أساس باش تفتح لي الذاكرة. هاد الأمور كلها يعني خرافات لا صحة لها. وأنصحكم بالإفطار كما العادة والمحاولة ألا تأكل أي شيء قد يضرك، ثم تنفس بعمق وردد أنا مستعد للامتحان وأنا أهل له، بما أنه يعني ثق في نفسك، ثق في نفسك أخي التلميذ، ثق في نفسك واستعد للامتحان كما كنت يعني مستعدا لأي شيء آخر. يعني امتحان عادي يعني ستجتازه بكل نجاح إن شاء الله، ثق في نفسك يا أخي. إذا هذه نصيحة ثانية أوجهها لكم، وعدم الإفطار أو أكل أي أشياء تضر بصحتك، يعني أن تتناول الفطور الصحي يعني المعتاد عليه، هذا ما كان. بالنسبة للنصيحة الثانية، بطبيعة الحال هذا ليلة الامتحان يجب عليكم جمع أدواتكم جيدا وترتيبها، وانظر هل بحوزتك كل العدة اللازمة من أقلام جافة وقلم رصاص وبركار ومسطرة وآلة حاسبة وغيرها، واعلم أن مراقب الامتحان قد لا يحضر لك كل ما تطلبه من عند زملائك. إذا هذا خطأ يتم ارتكابه من يعني صح التعبير 20% من التلاميذ، يعني تقريبا 20% 30% من التلاميذ يعني تنساو البركار، كاين اللي تنسى المسطره، كاين علاش؟ لانه هذا ليس مهتما، احنا ما بغيناش نكونوا من هذا النوع، يجب ان تكون مهتما وان تكون بحوزتك جميع المعدات اللازمه وخصوصا اقلام جافه، قلم ازرق، قلم اخضر، قلم اسود، قلم الرصاص وبركار إرادة، لان غدا ان شاء الله جمعه كما تعلمون تستاذون ماده الاجتماعيات، وهذه المادة بطبيعة الحال يعني تتطلب إحضار البركار وقلم الرصاص والمسطرة وعلى الحاسبة، ربما سوف يعني تمتحنون في يعني سترسمون المبيان القطاعي يعني الدائري، يعني ربما والله أعلم، أو ستحتاجون إلى تدريج زمني إلى غير ذلك، إذا ستحتاجون إلى المسطرة. هذه نصيحة أساسية يجب أن تجمعوا جميع المعدات اللازمة يعني والضرورية التي ستستعملونها يوم الامتحان. النصيحة الرابعة هو محاولة الذهاب إلى المدرسة باكرا أعزائي التلاميذ، ومرافقة أصحابك المجتهدين الذين سيرفعون من معنوياتك، وحاول أن تتفادى أولئك الذين يحبطونك بقولهم أن الامتحان الجهوي ليس كغيره من الامتحانات.
إذن هذا الأمر يعني نصيحة أي مهمة، أن تذهب إلى المدرسة باكرا وأن ترافق فقط المجتهدين في تلك اللحظة. المجتهد ربما ستستفيد منهم بعض المعلومات الإضافية، بعض العنيد يعني ربما إضافة أخرى جديدة لم تتعرف عليها إغدر. إذن ومرافقتهم طيلة الامتحان، هذه نصيحة رابعة. والنصيحة الخامسة أعزائي التلاميذ، فليكن كلامك مع أصحابك عن مواضيع مختلفة بعيدة عن موضوع الامتحان، لينقص الخوف عندك وتزداد ثقتك في نفسك. بمعنى أنه لحظة اجتيازك امتحان بمعنى قبل 30 دقيقة تحدثوا في مواضيع أخرى مختلفة، يعني أعطيو شي نكتات بعضياتكم، ضحكوا شي شوية، نساو ما يسمى بالامتحان بأنكم ستجتازوا الامتحان. إذن هذه طريقة جيدة للاستعداد النفسي للامتحان، يعني عوض التفكير والمراجعة والحفظ وإلى غير ذلك قبل الامتحان. يعني حاولوا أن تنسوا الامتحان مواضيع يعني والتطرق إلى بعض المواضيع الأخرى كي يعني تزداد ثقتكم في أنفسكم. والنصيحة السادسة أعزائي التلاميذ، عندما تدخلون إلى الامتحان قاعة الامتحان، تذكر أنك ستسأل عما درسته ولن تسأل عن شيء لم تره في حياتك. هذا أمر واضح. مثلا غدا إن شاء الله صباحا ستجدون اللغة العربية، إذا اللغة العربية مع الساعة 9 إلى الساعة 11 صباحا، يعني ستمتحنون فقط في ما درستم في هذه اللغة، اللغة العربية لا غير، يعني احتراما للإطار المرجعي المحين. إذا هذا أمر بسيط. النصيحة الموالية السابعة، لا تحاولوا أن تغشوا أعزائي، هذه الفكرة ديال الغش مهما كانت الظروف، فإن تحصل على نقطة ضعيفة جهدك أفضل لك من أن تأخذ ما ليس لك، يعني ما ليس لك. واعلم أن عاقبة الغشاش يعني خطيرة جدا وخيمة، فقد تقصي من الامتحان لسنوات عديدة، هذا أمر خطير. أنصحكم أعزائي التلاميذ بأن لا تغشوا يوم الامتحان الاعتماد على النفس، يعني ما تقولوش لي هذيك المقولة من اعتمد على نفسه بقي في نفسه في قسمه، ومن نقر انتقر. هذا الأمر يعني هذا كلام مشاغبين والكسالى وإلى غير ذلك، هذا ليس شعارا، يعني ومن غشنا فليس منا، هذا حديث نبوي شريف، من غشنا فليس منا. إذا نحن مسلمين، يعني لسنا معروفين بهذا الغش. إذا المر يعني لماذا قلت، علاش قلت لكم بأنه ما تغشوش؟ لأنه سيشتت فقط درجة تركيزك يوم الامتحان، لحظة الامتحان، في تلك اللحظة تريد أن تغش. إذا رأيت سؤالا صعبا وتريد أن تغش في ذلك السؤال، يعني تبحث عن أجوبة، يعني فكر قليلا ربما ستجد جوابا لنفسك دون يعني الحاجة إلى الغش. ربما سيخطئك الآخر، يقدر هذاك الاخر اللي قاعد بيعطيك الورقه يقول لك هو الجواب، تقدر تنقل الخطا. وخصكم تعرفوا واحد الفكره واحد المعلومه، بان المصححين راه ينتبهون لهذا الامر، تنتبهوا لهذه القضيه تاع الغش، راه الا لقاو ورقه يعني ديال الصديق ديالك وديالك متشابهتين، هاتين ولا متشابهتين من حيث الكتابه ومن حيث نفس الاخطاء التي ارتكبها الاول هي المرتكبه من طرف التلميذ الثاني، راه هذه يعني صفر، تعطي لي يعني كتسمى محاولة غش أو غش الغش. يعني إلى صادف المصحح نفس الورقة عند التلميذ الأول، يعني نفس الكتابة أو نفس الأجوبة هي نفسها، يعني فهذا يعني ستعطى لهاتين التلميذين نقطة الصفر، وهي نقطة بطبيعة الحال موجبة للسقوط. النصيحة المولية أعزائي، بعد أن تأخذ ورق الامتحان اقرأ الأسئلة قراءة سريعة. إذا أول عملية وضعت ورقة الامتحان قدام عليا، إذا قرأ الأسئلة بسرعة، جميع الأسئلة بدون استثناء، جميع التمارين بدون استثناء. لماذا هذه القراءة المتأنية والسريعة؟ لتتكون لديك فكرة عن طبيعة الأسئلة ولكي يعني تستنتج وتبدأ بالأسهل، يعني بمجرد تقرأ امتحان من الأول الآخر يعني ستكون لديك الفكرة، وتبحث عن التمرين الأسهل. يعني دائما هذه هي تقنية التعامل مع الامتحان، نبدأ بالتمرين الأسهل وبعد ذلك نترك الأصعب حتى الآخر. لماذا؟
وأريد فقط نصيحة أخرى أن أذكرها لكم، هو الانضباط والانتباه ديال الوقت. إذا لديكم ساعتان في اللغة العربية مثلا أو ساعة في الاجتماعيات فاضبطوا أوقاتكم. ما معنى ذلك؟ يعني كل سؤال اعطيه الحق اللازم، المدة الزمن اللازمة له. يعني ما تبقاش سؤال واحد جلس فيه نص ساعة، سؤال واحد هو تستحق فقط جوج دقائق ثلاثة دقائق انت جالس نص ساعة وتتفكر فيه. عطى الله الأسئلة، دوز للسؤال الموالي. وما تنساش واحد القضية ديال ترقيم التمرين، ترقيم التمرين. مثلا أبدأ بالتمرين الأول، يعني يمكنك أن تبدأ بأي تمرين اللي بغيت، اللي بغيت تبدأ بالتمرين الأول الثاني الثالث اللي بغيت تبدأ بأي تمرين، ولكن لا تنسى ترقيم التمرين. كذلك لا تنسى ترقيم السؤال. مثلا التمرين الأول فيه أربعة الأسئلة، تقول التمرين الأول في ورقة الحين تكتبها وكتجي تقول السؤال رقم واحد تجاوب عليه. ربما السؤال الثاني ما عرفتوش جاني صعيب نخليه التنخر، ندوز السؤال التالي وأكتب رقم السؤال ثاني وأجيب عن هذا السؤال. وبالنسبة للسؤال الثاني الذي لم أجيب عليه ربما سأجيب عن فيما بعد لا غير. لا يعني ما كاين مشكل، ما كاين حتى شي مشكله، نخليها حتى اخر 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 يعني اخر تنسى التمرين كله وندوز ليه عاود ثاني، ربما نلقى الحل ان شاء الله. والنصيحه المواليه هي ركز وانت تكتب عندما تنتهي. ما معنى التركيز؟ بمعنى انه لا تشتت انتباهك في الذين يغشون او هناك محاولة غش او تلميذ يعني تكلم مع استاذ او تلميذ يطلب اداة معينة الى غيره. يعني ركز وانت تكتب، ركز على ورقتك، هذا هو الموضوع. وانتبه للوقت، الوقت يمر بسرعة، انتبه للوقت. هذه نصيحة انصحكم بها، هي الوقت. الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك. الوقت خطير جدا، الوقت راه غادي. بديتي مع 9 شي شويه تلقى راسك مع 9 دون شويه تلقى 10 تلقى شويه 10 ونص شويه تلقى 11، يقولوا لك بقات لكم ربع ساعه اش غادير ديك الساعات. اذا لجي غير لو طون ديالك، حط المكانه ديالك حداك وبدا مره مره رمي عينك فاش في الساعه ديالك. هذا هو زائد كما قلت، يعني عندما تنتهي من الامتحان يجب عليك مراجعة الورقة والتأكد أنك أجزت جميع الأسئلة وأنك قد مررت على بعضها لتعود إليها بعد أن تنتهي. فضع علي علامة بقلم أحمر، وكلما عدت وأنجزت السؤال شطب على العلامة. بطبيعة الحال هذه طريقة وتقنية، يعني أنه ربما سأنسى السؤال، يعني لا أستطيع ولم أستطيع الإجابة عنه. إذن يجب عليك أن تضع علامة حمراء تدل على أنك لن تجيب عن السؤال. ربما في بعد عندما تنتهي يعني ستعود إلى ذلك السؤال وتجيب عنه، وبعد ذلك ستشطب على العلامة التي وضعتها تدل على أنك أنهيت من السؤال وأجبت عنه. النصيحة العاشرة، إذا خرجت من المادة يا أخي، مثلا غدا صباحا سجلت الامتحان من الساعة 9 إلى الساعة 11 صباحا في مادة اللغة العربية، وبعد ذلك ستجتازون مباشرة بعد مرور نصف ساعة، نادي يكون نصف ساعة الاستراحة، ستجتازون الاجتماعيات التي مدتها ساعة وربع. إذا بين هاتين الفترتين، بمعنى يعني فترة الاستراحة بين مادة اللغة العربية ومادة الاجتماع، ماذا ستفعل في هذه الحالة يا أخي؟ يجب عليك أن لا تحاول أن تتذكر ما كتبته في الامتحان السابق، يعني في امتحان اللغة العربية، ولا يجب عليك أن تناقش أجوبتك مع غيرك، ولا تقارنها بما هو مدون في دفتر ولا كتاب أبدا. هذا خطأ يرتكبه جميع التلاميذ، وهذا يؤثر سلبا على نفسيتك، ربما سيؤثر عليك في الامتحان الذي سيأتي فيما بعد وهو الاجتماعيات. إذا أنصحكم بمجرد الخروج من المادة الأولى مادة العربية والذهاب للاستراحة لكي يعني استعدوا، فعليكم ألا تتذكروا ما كتبتم، ولا تناقشوا الأجوبة، ولا يعني بمعنى بالدارجة ما تبقاش تناقشوا الامتحان اللي داز، الماضي مات فلنفكر في المستقبل، مستقبل ما تنفكروش في الماضي، الماضي اللي عطى الله عطاه كما يقال. إذا تنفكروا في المستقبل الجديد، ما هو الجديد؟ الاجتماعيات، نركز على الاجتماعيات. هذا غير أمثلة، أعطيكم بعض الأمثلة. يعني ما تبقاش تفكر في العربية، العربية صافي عطيتي الورقة ديالك صافي اللي عطا الله عطاه، ما تبقاش تقول لي لا اش بدا تحط انت وياه، اجي هنا انا نتحط انا وياك على شحال، لا راه التمرين الاول هذا هو السؤال هذا هو الجواب، وربما يقدر انت الجواب ديالك كان صحيح هو غلطك الصديق ديالك.
غادي يقول لك الصديق ديالك يا سيدي داك السؤال الجواب الاول ها الجواب ديال وانت لا جاوبتي صحيح، اذا ديك الساعه تدمر لك النفسانيه وما تتلقاش الاستاذ ديال اللغه العربيه ديالك، ما تتلقاش قدام باش تسولو. اذا هذه الامور نساوها، ما تفكرش في الماده الماضيه، فكر في الماده المستقبليه، الماده الاخرى التي تاتي من بعد الماده الاولى. هذه نصيحة أساسية وأركز عليها أيضا من خصوص النصيحة الموالية أعزائي التعليم، لا تحاول أن تغش، إن ظهر لك أنك تواجه صعوبة في سؤال أو في سؤالين فربما تفقد كل شيء. يعني مثلا واحد التلميذ تيكتب تيكتب واش بقى لي سؤال واحد مثلا على جوج نقط، هو يعني تيق في راسو عارف بأنه بيجيب 18 على 20، وبقات لي جوج هو بغى 20 على 20. هذا خطأ فادح، ربما تفكر في هذيك اللحظة ديك جوج نقاط فيها السؤال كتعلق بالحفظ، سؤال له علاقة بالحفظ، مو حافظ هذاك السؤال بالضبط، يعني خاف يتشمت ما بغاش، يعني تشمت في هذيك اللحظة قال مع راسو الله هذا هو التمرين ولا هذا هو الموضوع اللي ما حفظتش وما يعني حاول ما امكن الله يرضي عليك ما تغش رغم الصعوبات. وخط الصلخة تقول يعني الحمد لله قول هذا ما يعني ما قدر الله لي ما حفظتش هذاك السؤال هذاك الموضوع الحمد لله ما رزقوش ليا. اذا ولكن يمكنك ان تكتب ما فهمته، يقدر تكتب ما فهمته وربما تقشر ديك نص نقطه ولا نقطه كاع وتحصل على النقطه 19 على 20. لماذا؟ اذا كل شيء ممكن، كل شيء ممكن. اذا محاوله الغش تفادوها يا اخي يا اخواني التلاميذ. النصيحه المواليه، كلما خرجت من الحصه اذهب واشرب جيدا. هذه نصيحه ديال مهمه. ثانية من المادة شرشر مزيان واقضي حاجتك في المرحاض حتى ترتاح. إذا هاد الأمور انتبهوا ليها، راه شحال من واحد تنسى راسو، تخرج مادة تمشي تحفظ المادة الأخرى وتنسى الدات ديالو، الدات ديالو يعني ربما يحتاج إلى الذهاب يعني المرحاض، ربما أنه عطشان إلى غير ذلك. هاد الأمور انتبهوا لها أعزائي التلاميذ، يجب الذهاب إلى المرحاض وقضاء حاجتكم وشرب الماء جيدا. الانتباه الى صحتنا اولى، يعني ما نفكرش ديما في امتحان امتحان امتحان، ونستنشق الهواء جيدا. استنشاق الهواء يعني تندير عملية يعني ما كما يقال يعني تغيير الهواء الموجود في الرئة بهواء جديد. هذه عملية جميلة جيدة جدا ومهمة للدماغ لكي يصل الهواء والأكسجين الضروري لنقل الهواء إلى الدماغ، يعني خصنا نجددوا الأكسجين ديالنا باش ندخلوا للحصة الموالية يعني مستعدين نفسيا وجسديا وصحيا. هذا الشيء اللي بغيت أنا في النصيحة. النصيحة 13، لا تحاول أن تراجع الدروس بين الحصص، ذلك لا ينفع في شيء بل يشتت تركيزك ويزيد من خوفك. هذه القضية نتاعت المراجعة يعني حاولوا تفادوا، راه اللي عطى الله عطى، رجعتوا مزيان الله يجعل البركه. حاولوا تكونسونطراو يعني بحثوا كما قلت قبل قليل، هضروا على مواضيع اخرى، ضحكوا بيناتكم دردشه، يعني لا تفكروا في الماضي، فقط الدردشه فيما بينكم والضحك، ويعني اعطيوا شي نكتات بعضياتكم بحال هكذا شي نكته كضحك، شي واحد وقعت ليه شي طريفه، ما ضحكوش شويه نساو الهموم ديال الامتحان. اذا وما تفكرش بزاف في الحفاظه، الحفاظه راه غادي تشتت التركيز ديالك وغادي يزيدك من الخوف. ناري انا ما درت هادي، ناري انا ما حفظتش هادي، يقدر يحطو هادي. الامور ما يعني ما تخافوا ما والو، ثق في نفسك وثق في خالقك الا وهو الله سبحانه وتعالى، والله سييسر امرك ويرزقك من حيث لا تحتسب. نصيحة الموالية، اذا انتهيت من امتحان راجع اسمك. اذا هذه نقطة اساسية اعزائي التلاميذ، قبل يعني مغادرة قاعة الامتحان أو قبل الخروج من الامتحان، إذا انتهيت من الامتحان بطبيعة الحال بعد مراجعتك للورقة جيدا، وبعد يعني راجع وانتبه لاسمك، هل كتبت اسمك جيدا وهل كتبت رقم الامتحان وكل معلوماتك، وتأكد أنك وقعت ورقة الحضور قبل الخروج. حتى توقيع ورقة الحضور مهمة أعزائي تنتبهوا ليها. بمعنى ذلك بمعنى سريت الامتحان كل شيء سريته في المدة الزمنية اللازمة لها بتعطل الامتحان، شوف ورقتك واش فيها سميتك واش فيها الرقم ديال الامتحان، ووقع على ورقة الحضور بمعنى أنك كنت حاضرا في ذلك اليوم واجتزت الامتحان. إذا هذا كيدل هذاك تسمى يعني شهادة تثبت بأنك كنت حاضرا في الامتحان، واضح؟ إذا هذا أمر يعني نصيحة مهمة جدا. النصيحة الخامسة عشر، احضر أوراقك الثبوتية ضروري لكي لا تدخل في مشاحنات مع أحد. ما معنى الورقة الثبوتية؟ هي
استداء الامتحان، ورقة الاستداء الامتحان اللي كيعطيوها لكم في الحراسة العامة في أي مدرسة، كتعطي واحد الورقة الاستداء الامتحان مهمة جدا، جيبها معاك الله ديالي، فيها الاسم الكامل، فيها القسم، المؤسسة فين تقرأ، إلى غير ذلك، رقم الامتحان. إذا باش ما تكونش مشاحنات مع بعض الأساتذة، مع بعض يعني الحراس يعني الذين يقومون بالحراسة، يعني هذه من أهم الأولويات. حاول أن تتفادى أعزائي عزيزي التلميذ عزيزات التلميذات كل ما يثير أعصابك، ولا تحاول أن تخاصم أحدا سواء كان أستاذا أو زميل لك، يعني حاول ما تبقاش تعصب، قد تعز ضغوط على هذا ولا ترفع صوتك هذا، يعني حاول أن تضبط نفسك وأن تتحكم فيه. وآخر نصيحة، إذا انتهى الامتحان لا تنسى، هذه نصيحة مهمة، يعني لأن السنة الثالثة إعدادي سنة ختامية، يعني بعد إنهائك لجميع الامتحانات جميع المواد، أعزائي التلميذ عزيزاتي التلميذة، أنصحكم جميعا بأن لا تنسوا أن تسلموا على أساتذتكم وزملائكم، فقد لا تراهم بعد ذلك. ولهذا أتمنى لكم أعزائي التلاميذ جميعا يعني نجاحا موفقا بإذن الله تعالى وبركاته. إذا هذا كل ما لدي أعزائي التلاميذ، أتمنى أن تنفعكم هذه التوجيهات، وشكرا لكم، وأتمنى لكم النجاح إن شاء الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.